سهلة يا سعيد، كيف الله يحييك، الحال؟ تراحي بالحياة، والله ما علينا خلاف. أمورك زينة؟ تعالي بالله خليني اختبر قوة التكبيس عندي. تعالي أيوة، جولة ولا جولتين؟ جولة ولا جولتين؟ لا من جولة واحدة. عندك داعمين؟ إيه في 10 جولات، 10 جولات اجل. توك فاتح؟ انت الحين ثاني جولة، كم لي من يوم فتحت؟ 20 دقيقة باقي. لا، ما عندي أنا حد، مسكينة طفرة، ما عندي وين جدتي. انت تفرانة أيوة أنا تفرانة. والذهبان، انت متعلقة تنافين حرك. بسم الله بسم الله يا أخي، اذكر الله، والله عندي حساسية يا أخي، اذكر يا الله. ابوي هذه من كربريتر، من محلك شو اسمه؟ الحب يا جيري، يا عيال المحل ذاك حق الذهبان شو اسمه؟ يا أخي اذكر الله. عليك ذكر الله، ما عينهم بك، معهم منك ميات، معهم منك نعمة. يا رب، يا رب ايش؟ في كومنت قال دعوة وقلت يا رب، ايش في انت؟ ايش الله حاجة رب؟ وش الدعوة هي يعني؟ بس يعني نبغى نتلقف كذي بس. ما في تلقف. هاي اقعد انت وياه، اقعدوا للجن. 5 حلويات يا جماعة، 5 حلويات، 5 حلويات، كبسوا وشيروا اللايف. 5 حلويات يا اخوان، الله يخليكم، كبسوا شيروا امانة. شوفوا ايش اشتريت. أشوف هذا وش؟ قبس شمعة. إيه، وبالأحمر كمان، ايه في عيد الحب يعني. وش اسمه هو؟ عيد الحب يعني، لا يعني عشان الجواز وقرب كذا يعني نسوي حق. نسوي رومانسي يعني. باقي بس اللمبة حمراء كمان. كمان يا عيال تريبي حيفتح كمان، الله يخليكم. ها يا جماعة، حلويات حلويات الله حلويات يخليكم، حلويات يلا يلا حلويات الله يا جماعة. يخليكم. إنا لله وبين يديه، إنا لله وبين يديه. نسوي طالعة منها. انت لابسة احمر، طيب البس احمر ولا اشتري شمعة حمراء؟ ايش ذا الجو الخايس؟ انت وش عليك مني؟ ان شاء الله اشتري ضفعة. وش احرق رزقك انت؟ طيب وش عليك مني؟ انت وريتني. طيب انا قلت لك وش رايك فيها؟ وقلت لك مو حلوة. خلاص ولا برم. اما انا لابسه احمر ولا لا؟ مين اللي يشتري شمعة حمراء؟ مين متى؟ يا الله، المتى راح اعلمك يا طيب سيدي. وش يشترون الناس؟ الوان ايش؟ الوان بيضة، بيج زي كذا. اوريك اللي عندي. عشان نقول يمكن نستفيد منها حاجة اقل شيء. هات هات والله ريحتها حلوة. تمام. ما بين البسط والبعاد. شوف يا سعيد، عندي 2 ولا ولا أشوف ها. هذه العلبة حقت البهارات اللي في الدولاب حق المطبخ. أخو ثامر فيها 3 حبال. هي شوف الثانية. بكم هذه؟ أنا أخذتها ب7 ريال من مزايا دبي. بكم هذه اللي معك؟ 160 الوحدة؟ ايوه. ليش بتنور عليك في القبر يعني؟ ولا شو وضعها هذه؟ ولا تلقائية الاشتعال هذه من حالة ولا؟ ها ورب محمد انها ب7 ريال، الحين فيها اكبر من وجهي. سبع طيب ريال فيها خطوة. ريحة؟ الله ما احسن ريحة فراولة. ورب الكعبة والله شو فيها؟ اصبري. فين مكتوب فراولة؟ شوفيها بالانجليزي، شوفي نمشي فراولة. يعني مكتوب يا بروحة. شوف بقول لك شيء، هذه حلوة. فانيليا، شوف مكتوب فانيليا. فانيلة من؟ فانيليا، والله ريحتها حلوة. على الحكم الأول تشتري لي شمعتين بريحة الفانيلة. ليه؟ الحكم الثاني تراجع هنا؟ ما علي يمك. لا ما عندي طفرانة. الله أكبر. الحكم الثاني ورينا بطاقتك حق التصرف.
وريتك هي ذاك اليوم، كل يوم اشوف، تشوفها ليه؟ نبغى نشوف جت بطاقة جديدة شيء. ها ما ها جت بطاقة جديدة، نفسها الحين نفسها. الفلاني خلاص، تورينا بيتك، يمكن في كنبة تعجبني، دولاب يعجبني، اشتري كمان. يلا لا ما افسح عن بيتي، انا ما قلت لك ارسلي لك ويشن، قلت لك وريني البيت. ما هلا انا ما ما قلت علي اترز فوقك عليك. اول شيء ما جاك دعم، جاك تكبيس بس. والتكبيس هذا ما هو دعم، استحي على وجهك. لا مو دعم، لازم الماسات. انا الماسه، لا فين انا الالماس؟ لحالي، انا هاي تعالي اخذ يا عيال بالله. تبي هاي تحاشوا، تخيل تفوز علي بتكبيس واشتري لك سمعة فوقها، يا علم الفضاوة. تكبيس يا جماعة، تكبيس تكبيس، لا يفوز هذا خصم متهالك، لا يفوز. المتهالك فاز عليك بالتكبيس يا دمى. طيب اجيب مويه المتهالك دق وجهك دق بالتكبيس. اجيب مويه واجيك دقيقة. ما ادري عساها تغذيبك. استغفر الله العظيم. سعيد البس القبوع الاسود عشان الاضاءة، بالله تشوفون كذا يعني. طيب لو هبينا لكم قبوع ابيض، لو هبينا قبوع ابيض تتوقعون يزبط كذا؟ يزبط تكبيس يا جماعة، اشوف شنو؟ المويه. وين المويه؟ دبل الدبل يا جماعة، الدبل 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 الدبل، هذا ترابل بعد مو دبل. يا اخي انا بديت اتضايق من شعري والله، شكلي بحلل ليش ما تقصه يا سعيد؟ مو حلو، والله. والله خلاص والله اني طفشت منه والله. مو حلو قصة يا أخي. أحب يا سيريا، وش اسمك انتي؟ ايوه كلنيها كلنيها عساها تغديدك. دفدوف ولا شملان؟ ايش هي؟ مويه اللي تكون مويه مويه مويه، شملان في عينك. طيب تعالي نرجع لحديث محورنا، انت وش اسمك؟ الحقيقي ولا؟ الحقيقي الكذبي ما عليه منها اصلا، بالاسم الاسم تعال بس. الحقيقي سارة. سارة؟ ايوه اذا صار سالحة قولي شعرك مو حلو ولا برينج تنفخوها. طيب انت سألتني يا اخي، اسمها سارة، اذا شيخ ما طلعت جرادة ولا حمامة ولا انا معرف شيء. اوريك الهوية. هوية؟ ايوه يلا اي يا فهد، اي مشي مشي يلا ورينا هوية. ما فيني حيل اقوم صراحة. العب لعب ابوك قلبي على عينك ولا برم. يلا هلقمي، هذه 2000 وجت فلجي. يا اخ بابا بابا بابا. يا اخوان الو، العب يا نافع لعب ابوك. حيك حيك تراحيب الحياة، والله اللي مرحبا والله اللي مغربا. حي عينك حيك. من هو هذا؟ يا ما باسا الله يبا والله هذي يبا والله كبدك. ام بي سي يبا والله ابوك الله يديمه. جماعة الجولة 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 الجولة، الجولة الجولة يا جماعة الجولة هذا لا يفوز علي. الجولة. تعال وين رحت؟ شغل قبوي عشان يضاعف. ملك ملك جدك ملك يا الله رحمتك. كيف كذا يا عيال كويس؟ يا اخوان كذا كويس؟ ها ايش معك يا قمت خنفرتي كذي؟ يبا والله ابوك يا صالح الله يبارك. يا جماعة هذا لا يفوز علي.
تبغين تسمعين، تبغين تفوزين؟ لا في حال فكرتي وغيرتي رايك تبغين تفوزين، ما ارفعي الشاشة. عشان كذا ما بقول اي. طيب اسمعي، هل صارت شيء للداعمين؟ الصدق ايش؟ هل تشيل للداعمين؟ لا دقي هايمي. ها؟ دقي هايمي. وش دقي هايمي؟ يعني ارحب احلفي. جيبك ارحب ارحب، والله ما قلت شيء. الترحيب هذا اللي اخر الجوله انا ما الله ما خسني فيه. الترحيب هذا اللي اخر الجوله انا ما ابغاه. استرها معانا يا رب. شفيك خايف، شفيك؟ يلا قوم يلا 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 يلا. لبل الله ابوك يا ام بي سي، الله يجعلني يا نلويتك ونافع. يلا قومي، ايش تختارين؟ يلا شو احكامك؟ الحكم الاول تورينا بيتك. ما اقدر، بيتي ما اقدر. ليش؟ حوسه لو مرتب ايوه عادي. انا عندي حق حمضيات نكاية، عندي علبه معصوب لها اسبوع هني عادي. لا 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 لا. طب خلاص ورينا انظف غرفه عندك يلا. كيف انظف غرفة عندي؟ يعني تقول انت غرفتك كثير مقلوبة صح ولا لا؟ ايوه ورينا انظف غرفة عندك. هذه اللي انا جالسة فيها يعني مو فيها شيء. ها ها شوف عندي الكاميرا حضرة، وش ابغى بالسقفانة؟ لا والله يشبط، هذا ما هو التنفيذ. خلاص اعطيني احكام يلا. يلا الحكم الاول تجيبين منديل تبلينه في مويه تدعكين وجهك. حلو. الحكم الثاني. الحكم الثاني يا طويلة العمر والسلامة، تنزلين الشارع تبنشرين أول سيارة تلقينها. لا 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 الحكم هذا ما نفذه. خلاص الحكم الثاني اقطع يا استسهال داعك في رقبتك. لا هذا هدية من ماما. من ماما؟ ايوه. الحكم الثاني دقي على أمك ذحين شغل السبيكر، يوم ما أبغى سلف 5000. لا أمي نايمة ذا الوقت، ايش فيك؟ دقي على آخر رقم عندك. آخر رقم مندوب. ممتاز، دق على شغل سبيكر انا لا لا مو آخر. مو ادق على اخر رقم. ايوه اوكي طيب. منو منو مالك صراحه انت قلت يلا شغل سبيكر شغل سبيكر يلا اخر رقم اوكي يلا. ايش اقول؟ انا مطفر وابغى معك 10000 لين اخر الشهر. خلاص رقدت 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 ما يرد. خلاص الناس رقاده. انت وش انت اللي تقولي دقي دقي على اللي تحت نفسه. طيب الحكم الثالث خلاص قومي ادعكي وجهك. طيب الحكم الثالث ايش؟ سوي جوكر يا. طيب دقيقة سعيد كم عمرك؟ خندق آخر مرة. ها يا فلح الليل ونحن نتحراها تردها على فندي. لا تجهزين هل بنت راقدي بنت حلال. انا ابغى الحكم هذا. انت شكو شكاك يشك وجهك. خلاص قومي سوي جوكر ولا ادعكي وجهك. الله لا يعطيها عافيه. خلاص خلاص يا بت والله اجعاز والله اجعاز. ترى ما هو بالغصب ترد. فهد الو نايم خلاص شو سوي؟ فهد محتاجه 5000 ريال. الو 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 هلا فهد محتاجه 5000 ريال. تم تم يا تم تم. اعطيني سنابه فهد امانه محتاجه 5000. هيا خلاص خلاص الله
هاي هاي الله يلقيك خير، مع السلامة، الله يرعاك ودعاك. الله الشياطين، ابغى زي فهد يا عيال، ابغى زي فهد. ليش انا ما عندي زي فهد؟ ليش هي عندها فهد وانا ما عندي؟ راضين بس، حتى ما هو فهد بس راضي. وش قال فهد؟ قال ابشري كرامة، سمعت الضربة حقت صدره، انا قلبي بغى ينفقع من قوة الضربة. ابشري كرامة، ما انا لي ويتك الحين توصلك. فهد مشرف، حتى انا بدق على مشرف عندي هنا وش، وربك عبا ادق عليه والله لا ادق. خلينا نشوف. الو، ارحب. سلام. سلام يا رحيه. راقد؟ اي والله بعمري اسمع. وش اسمه؟ ابغى معك سلف يا اخي، 5000. الله يشببك، نهايه شهر. ابشر ابشر، بدور وابشر. باقي تدور؟ نهاية شهر يا مسلم، منين اجيب لك الحزة؟ لكن ابشر ابشر. هاي خلاص يا الله، هاي نوم العافية حبيبي. جيبوا لي سناب فهد بسرعة، انا ابغى اتعرف عليه. جيبوا لي سناب فهد، انا ابغاه في هرج. قولوا له سلفن، والله ما نبغى حاجة كذي ببلاش، سلفن يا مخلوق. يا ربي حيها. لا لا، رسالة في واتساب. رسالة، والله انها رسالة في واتساب. فين يا مسلم؟ اخر حوالة، اخر رسالة جاتني من الراجحي، شراء بمبلغ 43 ريال مرسول. حياة الجن وحياة بقعة.